كلنا توكلنا على الله وحضرتك توكلت على الله في المقام الحمد الاول لله. الحمد وبعد كده اخذت بالاسباب. عايز اعرف من حضرتك او الساده المشاهدين عايزين يعرفوا من حضرتك ايه هي اسباب الشفاء من الكثير من الامراض عن طريق الاعشاب الزيتيه والاعشاب المائيه. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيوت اسباب الشفاء اخذت حسب ما قلت سابقا الكلام الكثير، وطرحنا عنها بصراحه المواضيع الكثيرة، ولكن حسب اعتقادي أنها تستحق هذا الطرح وتستحق أن نقدم لها الكثير والكثير والكثير لما حققته من نتائج إيجابية كبيرة ولله الحمد مع كثير من الناس، حتى يعني أصبح الذين لا يعانون من شيء أصلا، ليس عندهم أي أمراض أصلا، يأخذونها بفضل الله من أجل إعادة نظام وبرمجة الجسم، إعادة نظام الحياة، إعادة نظام يعني التركيبة الكيميائية اللي موجودة اللي متلخبطة هو بيظنها أنها تلخبطت عنده. في ناس يعني في كثير من المستفسرين اللي بيستفسروا عن الموضوع يقول لك أنا ما عنديش حاجة ينفع أخذها، ينفع أخذها؟ طبعا حتى من باب الأصدقاء المقربين طبعا بياخذوها، صح، بياخذوها من باب أنه عايز يزداد نشاطا، عايز لو في أمراض ممكن ناشئة هو ما يعرفش بها عشان تبدي بإذن الله تعالى تتلاشى وتذهب. فكما قلت إنها بفضل الله أتت بنتائج مذهلة، يعني مش عايزين إحنا نديلها أكثر برضو من حقها. لا أنت بتديها أقل من حقها. أنا بقول إحنا بنتكلم في مرض. في مرض. فحضرتك لما بتقول لي إن شاء الله هتخف بناء على مشاهدات إحنا شفناها سابقة، فده أمل، فده مش أكتر من حقها، ده بالعكس. الحمد لله. إحنا بتكلم في مرض. الحمد لله. فربنا يكرمك. اللهم آمين. اللهم نرص. نعم. معنى الرص فعلا أجي أكتب كده، أما أحب أكتب مقالة هكتب مثلا زي ما بنقول 20-30 عمود بخصوص الأمراض اللي هو بيعالجها. ولله الحمد. فممكن حضرتك تقول لي إجمالا إيه هي وبعد كده نبدأ نختار الأكثر انتشارا. نعم. ثم الأكثر. الحمد لله رب العالمين. إحنا اللي في صدده طبعا الذي في صدده متخصصين دلوقتي في شرايين القلب، تمام، غدة درقية، ضمور دماغ، مش منتشرين ولا موسعين الدائرة بتعالج كذا وبتعالج كذا. سبحان الله. إحنا عايزين مش عايزين برضو نشتت المستمع الكريم ونشتت آراءه، وعايزين نحصر الموضوع في أمراض تكون مستعصية حقيقة على الطب الحديث. صحيح. استعصت، وهذه يعني مسألة لا ينكرها القاصي والداني، كل يعلم أن مثلا ضمور الدماغ لا علاج له، وكل يعلم أن انسداد الشرايين لربما تأخذ بالأدوية وتفتح لله الحمد، والأغلب يكون مستعصي على الطب الحديث، وهذا طبعا من شأن البشر أنه لا يستطيع أن يقول للشيء كن فيكون، إعجاز طبعا بعض الأحيان يقدمه الله سبحانه وتعالى على أيدي الناس أو بعض من الناس تفتح على أيديهم المغاليق. نحن لا نقول من هؤلاء، ولكن نقول ولله الحمد يعني ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بأن نكون نأخذ خطوة إيجابية إلى المستقبل الصحيح. فبالوقت الحاضر يعني قدرنا نساعد كثير من المرضى الذين بيعانوا من الأمراض من الخطيرة، انسداد الشرايين. انسداد الشرايين. كويس. يعني معاناة حقيقية، لجأ إلى العملية، خلاص لابد حددت له العملية واستكمل أوراق وخلاص ما عادش فيه إلا أن يدخل صالة العمليات. ما هو إلا نجدة ربانية من الله سبحانه وتعالى أن ينجد هذا المريض بأن يتعرف على هذا العلاج أو من أخذ هذا العلاج. كويس. أو أن يعني تزرع في نفسه الثقة عندما يشاهد الحلقة ونحن نتكلم في على هذا المنتج وهذا العلاج، يطلب، وبفضل الله سبحانه وتعالى يعني غالبا تنحل المشكلة والمسألة من الشهر الأول غالبا، ولكن منهم من يتعدى أكثر من ذلك، منهم من يتعدى الشهر والاثنين والثلاثة يعني. ولكن النتيجة الجميلة والمحصلة النهائية أنه في الشهر الأول يحس المريض بالراحة، خاصة أهل انسداد الشرايين. تمام. يعني يحس براحة. أنا أقول أنه ممكن في الشهر الثالث تنحل المشكلة القطعية. تمام. تمام. بس أنا تمام. في أول شهر أنا بحس بالراحة، تحس بالراحة. الأزمات اللي كانت بتحصل نتيجة انسداد الشرايين. تمام. على كل حال انسداد الشرايين أصبح بفضل الله الواحد الأحد
من الأمور التي يسهل بإذن الله تعالى علاجها، وعلاج قطعي. وأنا لا أستطيع أن أقول لا رجعي ما يرجعش، لا، لو كانت هنا طبعا السبب خلاص. السبب أنت كده سببه معروف، فأنت بتاكل البط ولو بلاش البط عشان لا بتاكل كل الأكلات هيرجع تاني. احنا لا احنا لو انت سليم هتدخن هيرجع تاني. لا انت لو انت سليم كل ما تشاء ماشي، ولكن خلي الاكل متوازن. باخد الاثنين مع بعض ولا بخلص الزيتيه الاول وبعد كده المائيه؟ لا احنا طبعا لما نيجي ندخل ك يعني علاج او كماده علاجيه ناخذ الاثنين طبعا، لان ده يكمل ده كويس. الخلاصه المائيه المستخلصه المائية والمستخلص الزيتي يكملوا بعض في العلاج، ما ينفعش ناخذ الخلاصة الزيتية أو الخلاصة المائية لوحدها. وكثير من الناس طبعا يقول لك أنا خلصت الخلاصة المائية من زمان وأنا شغال على الزيتية. فأقول له لا، نقطة من أول السطر. ولكن ممكن أنت تشتغل لحد ما توصل لك الجرعة، ده ممكن، ولكن ما تخليش الخلاصة واحدة من الخلاصات تخلص وبعدين تشتغل على واحدة وبراحتك. لا كويس، هما الاثنين مباشرة لازم، يعني أنا باخد الزيتية الأول أو المائية الأول مع بعض. مع بعض ما فيهاش مشكلة. يأخذ مع بعض الاثنين مع بعض. خمس جرعات في اليوم. قلت لك يعني ممكن جرعتين، ممكن ثلاثة، ممكن أربعة، ممكن خمسة، حسب الحالة المرضية. تمام. وإحنا هنبدأ مع مين؟ طفل صغير، كبير، رجل كبير جدا، تختلف طبعا. كويس طبعا، يعني الجرعة اللي بياخدها ابن 30 و40 و50 مش اللي بياخدها ابن 80 و90 أو الشهرين والثلاث شهور والأربع. نقدر نحصل على خلاصة الأعشاب الزيتية وخلاصة الأعشاب المائية عن طريق الأرقام الظاهرة أمام حضراتكم على الشاشة. تقدروا تتصلوا التواصل مع الأستاذ الدكتور لقمان الحكيم أو حكيم الطب في هذا العصر. تقدروا تتصلوا وتحصلوا على المنتج يوصلكم حتى باب البيت. يا رب ان شاء الله كل من يعاني من الانسداد الشرايين او المشاكل اللي في القلب ان شاء الله يا رب يزول تماما. البروستاتا شيء مهم جدا، مشاكلها خطيره جدا بالنسبه للرجال. هتكلمني عن البروستاتا بشكل مبسط ونعرف يعني ايه الناس البروستاتا والمشاكل اللي بتقوم بها البروستاتا عند الرجال. طبعا حضرتك هذه ليس الحلقة الأولى بالنسبة للبروستات، احنا البروستات أصحابنا فيها كثيرا. احنا هنقول اللي ما شفناش بنقول له اللي ما شفناش وتكلمنا فيها ووضحنا فيها الأمور. أنا أريد أن أذكر موضوع مهم جدا فضل. وأكرره طبعا دائما حتى ألفت انتباه المشاهد الكريم في هذه المسألة ومن لم يستفد من العلاج فضل. أنا أقول دائما الإنسان مهما كانت قدراته هو ليس الإله، هو مجرد سبب يوصل الإنسان أو يدل الآخر أو يدل المريض عليه على علاج معين. لربما بعض الناس لا يستطيع أن يصل بنفسه إلى ضالته فيصل به غيره. البروستاتا أخذت أو صرفت منها آلاف العلم ولله الحمد، الفوائد جمة وكبيرة جدا. أنا لا أريد الذين لم ينتفعوا اللي هم 30 أو 40% لم ينتفعوا تكون عندهم ردة فعل في هذه المسألة ويتمعض ولربما يقول أنا خسرت فلوس. أنا أقول لمن لم يستفد، وهذا وارد طبيا، أي طب في العالم ليس هناك نتائج 100% على وجه الإطلاق. تمام. على الأقل تقدير 90% 95%، أما 100% هذه يعني من الصعوبات أو من الصعوبة بمكان، وهذه لله وحده سبحانه وتعالى. أما نحن كبشر نصيب ونخطأ. هذه العلاجات أو هذه المكونات الموجودة التي أعرضناها أكثر من مرة وفي أكثر من موقف وشرحناها شرحا تفصيليا بأنها تذهب بمشكلة البروستاتا على وجه الإطلاق وتحل مشكلة البروستاتا في أيام، وبعض الأحيان في شهر، وبعض الأحيان في شهر ونص. الموضوع يختلف من شخص إلى آخر، يعني بعض الأحيان تتصل علي بعض الناس، بعض الرجال الذين أخذوا هذا المكون أو هذه المكونات بعد أسبوع يشكر ويمدح، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه قد تعافى من الغدة الدرقية. يقول له حسبك، لا أنت لسه ما طلعتش منها يا حبيبي، أنت لسه عندك مشكلة ولكن الأعراض لربما اختفت. وفي ناس تتصل في الخمستاشر يوم يقول لك أنا والله لسه ما حصل ليش، يعني أنا لسه تعبان. نقول له كمل الشهر، كمل الشهر
بالشهر هيبقى كويس والأعراض تختفي. بعض الأحيان بالشهر ونص ويقول لي أنا والله لسه تعبان. يعني النهاردة من بالمناسبة اتصل واحد من القاهرة قال لي والله أنا أخذت العلاج بتاعكم بقى لي 45 يوم أنا تعبان. أنا لسه ما بقتش كويس. طب اعرض علي الموضوع. فعرض الموضوع وجدت الموضوع خارج عن البروستاتا شوية. يعني في متاعب أخرى المفروض إحنا نتابعها خارج عن موضوع البروستاتا. ما أريد قوله إن لربما الإنسان الذي يأخذ العلاج ولم يتابع نفسه. أنت يا أخي اشتريت ودفعت فلوس ولا أخذت ببلاش؟ أنت اشتريت فلوس. دفعت فلوس. طيب تخسر إنك تتابع. أنت ما انتفعتش ولكن 60% انتفعوا. ادعوا الله لهم واحمد الله على أن إخوانك شفوا شفاء تاما مطلقا. أنت من لم تشفى أو عندك بعض المتعلقات يا أخي اتصل علشان نعرف نوصلك إلى الهدف اللي إحنا عاوزيه واللي أنت عاوزه. لابد من المتابعة. فمن لم نأتي معه بنتيجة بأمر الله لم يأذن الله في شفاء هذا الرجل، هنعمل إيه إحنا بقى؟ قول لي أنت هنعمل إيه؟ أنا ممكن أقول لك نعمل إيه؟ أتفضل. نرجع له فلوسه. والله بنرجع فلوس. أيوه. إحنا أي واحد يخليه يقول أنا اتصلت وما حدش رجع لي فلوسي. لا، بنرجع له فلوسه فعلاً حقيقة. يا إما يبعت حد ياخذها أو يدينا اسمه ونحولها له عن طريق البريد. تمام؟ فالموضوع مش مجرد ضحك على الدقون ولا لا، ده علم. وعلم نريد أن نخرج به إلى النور. خلاص وضعناه على طاولة الحوار. وثم بدأنا به تجارب كبيرة ولله الحمد. وثم عرضناه على الجمهور. فلا بد أما أن نكون قدر المسؤولية أما أن المشاهد الذي أخذ ولم ينتفع ألا يخدع نفسه. يا أخي لا تخجل، اتصل على الكول سنتر، خذ نمرة الدكتور لقمان واتصل، وبإذن الله تعالى أما سنصل بك إلى مرحلة الشفاء أما أن تأخذ فلوسك وكأنك لم تفعل. دكتور هروح معك لمشكلة في البروستاتا، وهي البروستاتا شيء مهم جدا بالنسبة للرجل لأنه بتأثر عليه في التبول وبتأثر عليه في الحالة الجنسية، فبتكون المشاكل جمة جدا للرجل وبتسبب له يعني تأثير سلبي في حياته. بفضل الله العلاج اللي حضرتك قمت بالبحث فيه وقمت باستخراجه، وإن هذا العلاج يكون قدامنا دلوقتي على الطاولة اللي قدامنا دلوقتي والترابيزة اللي قدامنا، ده نتيجة بحث كثيف جدا ونتيجة مجهود عظيم جدا قمت بيه حضرتك والناس اللي معاك وصلت بيه لهذه النتيجة. النتيجة دي حضرتك بتقول لي الحمد لله ليها نسب شفاء عالية جدا ونسب كبيرة جدا بالنسبة للرجال. هل النتيجة دي بتأدي لأن بعض الرجال أصبح ما يروحش للطبيب دلوقتي عشان يستأصل البروستاتا؟ طبعا مسألة الذهاب إلى الطبيب بلا شك أن المريض مش هيجي لك على طول إلا بعد زيارة الطبيب، بعد ما راح لكذا طبيب طبعا. كامل هو يجي لك خلاص. لأنه بقى لخمس ست سنين عشر سنين يراجع الطبيب والموضوع يتأزم كل يوم في جديد. كانت الغدة 30 دلوقتي 40 50 100 110 120 توصل إلى 1000 1200 في حالة الأمراض الخبيثة. فالنتائج تقريبا تكون شبه معدومة. الطبيب العلم اللي موجود إنه يدي لك مدرات بول، يدي لك يعني هو ده الموجود. هو يعمل إيه الطبيب؟ يعني هو يا يستأصل يعني في حقن الآن، حقن في العروق المؤدية إلى البروستاتا حتى يقطع يحبس عنها الدم ثم تضمحل تضمر وتموت. فهذا أيضا علم جديد لا بأس به، ولكن أنا أقول أن الغدة هذه تؤثر طبعا على مجرى البول بشكل سلبي كبير جدا، ولربما تحبس مجرى البول تماما وتؤدي بالإنسان أو يحدث منها آلام، تحدث منها آلام شديدة جدا. وكثرة الذهاب إلى الحمام مرات عديدة تصل بعض الأحيان إلى أكثر من 100 مرة في الساعة. الوضع العاطفي بالنسبة للرجال طبعا يؤثر تأثير سلبي. الغدة الدرقية لها تأثير سلبي جدا.
وفي من خلال الدراسة التي يعني عملناها على بعض الرجال وجدنا أن العلاج له تحسين في هذه المسألة تدريجي حسب تحسن غدة البروستاتا. فعندما تتحسن غدة البروستاتا يتحسن الوضع العام الصحي بالنسبة للرجل، وهكذا شيئا فشيئا حتى يتخلص من موضوع البروستاتا، لأن البروستاتا وزنها خلاص نقول هي وصلت إلى حجم 60، لما تكون 40 هتكون أفضل، لما تكون 30 هتكون أفضل. كلما قل التضخم كلما زادت كفاءة البروستاتا، زادت كفاءة البروستاتا وقلت مشاكلها التي أثرت بها أو عليها هذه الغدة. فالموضوع يحتاج شوية يعني شوية صبر. التحلي بالصبر، استئصال البروستاتا، والله أنا لا أحبذه يعني، ولكن إذا كان الموضوع منه ولا بد من الاستئصال، وصل حجم البروستاتا إلى حجم أنه لربما يتحول إلى سرطانية حول حسب رأي الطبيب، عندئذ خلاص يعني بعض الشر أهون، هنعمل إيه؟ هنسيب الموضوع متأزم؟ لا، نستأصل، ولكن الاستئصال يكون في آخر شيء، كما قال عليه الصلاة والسلام آخر الدواء الكيل. لا أقطع على طول، ولكن القطع يأتي بعد يأس كبير ومتابعة شديدة، فإن لم تجد فلا بد من الاستئصال حينئذ. إذن حضرتك التركيبة هي من الطبيعة؟ طبعا كلها مكونات طبيعية، كلها عشبية وبحرية. احنا يعني بنقول ليه كده من الطبيعة؟ عشان المشاهد يبقى شايفنا وعارف ان كل المكونات اللي انت بتاخدها دي مكونات طبيعية، يعني مش هتضرك، بالعكس دي بتفيدك، لانها من الطبيعة، من خلق الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلقها وهو اللي صنعها. احنا مجرد اللي احنا بناخد هذه الاعشاب او هذه المكونات الطبيعية وبندخلها طبيا على اساس ان احنا نبتدي نعمل لك منتج او نعمل لك دواء يساعدك في الشفاء. طيب انا ممكن الفت انتباه المشاهد، من ضمن مكونات البروستاتا، من ضمن المكونات التي دخلت في علاج البروستاتا او في عشب البروستاتا هذا، الفطر الريشي مثلا. لو الان الانترنت لم يترك شيء إلا وتكلم فيه موجود كل شيء، فأنت إذا كتبت فوائد الفطر الريشي انظر إلى إسهاب العلماء والأبحاث العلمية على هذا العشب، على هذا الفطر العجيب، حقيقة عجيب. أنا أول مرة أسمع عنه بصراحة. أول مرة أسمع عنه. الفطر الريشي هذا طبعا هو موجود في دول آسيا أكثر شيء، ولكن من العجائب في دفع الأمراض السرطانية، في إعادة صحة الرجل، في إعادة الصحة بصورة عامة، في عضلة القلب، في الكبد، في كله. يعني هذا العشب له العجب العجائب في إعادة صحة الإنسان. فضلا عن ذلك، وضعنا مكونات مدرة للبول، لربما يأتينا من يعاني من ارتفاع الضغط ويأخذ مدرات بول حتى يستغني، لأن مش هياخد الاثنين، مش هيعرف، هيروح الحمام كثير فمش هيعرف، فهيستغني عن المدرات الصناعية إلى المدرات المنظمة الطبيعية. منظم طبيعي. شوف انت قلت يا حضرتك اللفظ هنا منظم طبيعي. أيوة، حتى لا يعني نستهلك الجسم من كثرة الإدرار أجلك الله وتحدث في الكلى متاعب. لا، يختلف المنظم الصناعي أو المدر الصناعي. المدر الصناعي يؤثر سلبا على الكلى، ولربما يحدث منه مشاكل كبيرة في الكلى تحدث. أما هذا فهو ليس له علاقة في المشاكل. حتى لا أتهم، أنا لا أقول إن استخدام الأعشاب ليس فيه مشاكل، لا يا حبيبي فيه مشاكل، ولكن إذا كان بطريقة غير علمية وإذا كان التقنين غير علمي تحدث بلا شك مشاكل أكيد. ولكن المكونات الموجودة راعينا فيها من يعاني من سرطان البروستاتا، فبإذن الله تعالى ستخفف عنه سرطان البروستاتا ولربما تصل به إلى درجة السلامة. واحد، من يريد أو من وصل به المطاف إلى أن تتحول الغدة عنده إلى غدة سرطانية، تمنع هذه المكونات الموجودة بفضل الله تحول الغدة من غدة طبيعية أو ورم حميد إلى ورم سرطاني، تمنعه بفضل الله تماما. وحتى لو كان هناك مرض ناشئ أو يريد أن ينشأ في الجسم كله،
إذا تناول هذه عن طريق خلينا نقول الصدفة. أنت عندك دلوقتي بروستاتا، أخذت العلاج وهناك مرض يريد أن ينشأ، مرض سرطاني. بفضل الله إذا ما تناولت هذه العشبة سيقتل هذا المرض في مهده أو يمنع انتشاره. وضعنا فيها مكونات لصحة الكلى، لأن كله مرتبط كجهاز بولي، كله مرتبط في بعضه. أي. فالبروستاتا على الكلى على الحالب على المثانة، كله هذا هذا الجهاز وضعنا فيه مكونات ما تحسن الجهاز البولي بصورة عامة. يعني أنا أقول حتى من لم ينتفع من العلاج تحسن عندك الجهاز البولي من حيث لم تشعر، قتلت عندك بعض الخلايا السرطانية من حيث لم تشعر. فالموضوع بصراحة كبير جدا، وهذا البحث أو هذه المكونات يعني متعوب عليها، خلينا نتكلم في اللغة نقول تعبنا عليها حقيقة. أنا والله فعلا حقيقة يعني الموضوع يعني تعبنا عليه، ومش عايزين نقول خسرنا عليه. خسارة دي آخر حاجة، ما فيش بحث علمي يتم إلا بعد الخسارة، هذا ما لا شك فيه طبعا. فإحنا تعبنا عليه فعلا ووضعنا فيه مكونات حقيقة، اللي ما عندوش حاجة وأخده هياخده من أجل ما تبقى من الفوائد. حتى النساء حتى النساء ممكن تاخده، بس هي ما عندهاش بروستاتا. ولكن إذا كان للصحة العامة وعندها مشاكل في الجهاز البولي، أنا أقول تاخذ رقم 3، لأن إحنا عملنا هنا 3 أرقام، رقم 1 ورقم 2 ورقم 3. دول بقى اللي هتكلمني عنهم بقى، وتقول لي رقم 1 العلبة الحمراء إيه والخضراء إيه والزرقاء إيه. رقم 1 اللي هو ده العلاج الرسمي والرئيسي للبروستاتا، اللي هي العلبة اللي هي لونها أحمر، رقم 1. خلينا نشوف دي اللي هي دي. هذه العلبة هذه رقم 1 تمام. هذه العلاج الرئيسي، هيقول لك بقى العلاج الرئيسي بقى ناخدها وخلاص. أقول لك لا، ما ينفعش تقول لي هاخدها وخلاص. أخدها وخلاص دي لو أنت عايز تقرر علاجك بنفسك. أما لو أنت عايز من يتابعك ومن يريد بك خير، فأنا أقول لك لا، مش هتاخدها لوحدها، لابد أن تأخذ كل الكورس كله حتى نصل بك إن شاء الله إلى درجة السلامة. دي الرئيسية، وما تبقى المنظمات المكمل لي. والمكملات لهذا المنتج الرئيسي. فالموضوع بصراحة لازم معاه العلبة رقم 2 الأزرق والأخضر، لابد. رقم 2، تصور أنت رقم 2 إحنا وضعناه ليه؟ ليه؟ أنا هسألك بقى وضعناه للأورام الحميدة والأورام السرطانية. لو كانت هناك أورام سرطانية يعمل الجسم كله لا تشمل، طب لماذا لو كانت أورام سرطانية أو حميدة في بقية الجسم تستجيب قبل البروستاتا؟ أصعب غدة في العلاج البروستاتا. ليه؟ ما بيوصلهاش دم بشكل كافي. الدم اللي بيوصل للبروستاتا قليل جدا، فلذلك علاج هذه الغدة من الصعوبة بمكان حقيقة، وعجز العلماء على أن يعملوا يفعلوا لها شيء، مش قادرين. علماء الأمة بتفكر على أن تصل إلى نتيجة إيجابية قوية علاجية بالنسبة إلى سرطان وغدة البروستاتا، مش قادرين. فحتى لمن لم يستجب، يا أخي علماء الأمة لم يفعلوا شيء. فأنت إذا لم تستجب لهذا العلاج فهناك غيرك الكثير، ولله الحمد استجاب. وشوفي على كل حال المكونات هذه رقم 1 لها دور كبير للبروستاتا وبشكل رئيسي، رقم 2 خاص بالأورام إن كانت حميدة أو أورام سرطانية، رقم 3 مدير بولي درجة أولى منظم يحارب بعض الخلايا السرطانية، ينشط الجهاز الهضمي، ينشط هنعيد عليهم تاني الكبد. أي نعم، عندنا الحلقة خلاص قربت، هنعيد عليهم، هناخد فاصل ونرجع عليهم تاني. طيب فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بعد قليل. خليكم معانا، وتروح في أي حتة، برنامج صحتك نعمتك. فاصل ونعود إليكم بعد قليل.
ورجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل وبرنامج صحتك نعمة. فعلا الصحة نعمة، وزي ما تكلمنا في الجزء الأول من الحلقة إن الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يراه إلا المرضى. تكلمنا في الجزء الأول حضرات المشاهدين بالنسبة لعلاج الغدة الدرقية، وتناولنا العلاج بالغدة الدرقية، وقلنا إن المنتج معانا النهاردة بيحاول بقدر الإمكان وبإذن الله بيكون في نسب شفاء عالية جدا للغدة الدرقية. وتكلمنا عن البروستاتا، وقلنا إن المنتج اللي معانا النهاردة أعزائي المشاهدين بيساعد كتير جدا 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 على الشفاء من البروستاتا، الشفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن المنتج اللي معانا تم البحث عليه وتم عمل بحث علمي عليه كبير جدا، إلى أن وصل الدكتور لقمان ومن معه في البحث إلى هذه النتيجة وهذا المنتج اللي بيساعد بإذن الله على شفاء كثير من المرضى. برجع تاني للدكتور لقمان الحكيم، دكتور الكيمياء العضوية قسم الأدوية الطبيعية وخبير الأعشاب والتركيبات الطبية. دكتور، لفت نظري في الجزء الأول من الحلقة وإحنا بنتكلم عن البروستاتا شيء مهم جدا. إحنا عارفين إن المنتج هو البروستاتا عموما هي مرض بيصيب الرجال، ولكن في هذا المنتج اللي إحنا بنتكلم عليه لاحظت من حضرتك كلمة خدتني، قلت لي إن المنتج دوت بتاع البروستاتا برضو بيفيد النساء. وهي النساء ملهاش علاقة بالبروستاتا ولكن بيفيد النساء، والجملة دي شدتني يعني. تقول لي ازاي بيفيد النساء المنتج اللي معانا النهاردة؟ هو طبعا مش كل كمنتج يفيد النساء، ولكن احنا نقول مثلا ممكن رقم 3 حتى رقم 2 من كانت تعاني طبعا من اورام. ما نقولش خدي رقم 2 وخلاص على كده، لا لا طبعا. لا، نشوف الاشعاعات ونشوف التقارير ونشوف التحاليل ونشوف الدنيا وبعدين نقرر العلاج. وغالبا الامراض السرطانيه تكون ارشادات. ارشادات، ولله الحمد والله عندنا من الشفاءات خاصه الرحم والثدي والله ما لا يحصى عدده. ولله الحمد عندنا شفاءات كبيره جدا وكثيره جدا الاورام السرطانيه. انا حتى بالمناسبه يعني احنا بعيد عن موضوعنا جدا، أورام الثدي، من كانت تعاني من أورام الثدي إياك أن تستأصلي، حرام عليك أن تفتقدي أن تفقدي جزء مهم جدا من جسدك. ما تستأصليش. هتقول لي أنت الضامن، أو أقول الله سبحانه وتعالى هو الضامن. أنا كبشر، ولكن أنا بإذن الله تعالى سأكون معك لحد ما أخلصك من الموضوع تماما ويرجع الوضع طبيعي وما فيش حاجه اسمها عندها انا عندي ما فيش استئصال. انت خدتني الموضوع استئصال ان الموت واحد عايز يموت يقول لك استنى خلاص هيموت يبقى استأصل لحاجه اللي هي تموتك. اما في حاله ورم في الثدي واروح استأصل، طب ده انا كده بقى هتخليني هاخد وعد من حضرتك بان احنا نفرد حلقه لموضوع اورام الثدي، والمنتج اللي حضرتك عامله لعلاجات امراض الثدي لازم يكون معانا ان شاء الله في حلقه من الحلقات، على اساس الموضوع ده مهم جدا وبيهم النساء يعني عامه، مش هنقول خاصه، جميع النساء مهتمين بهذا المرض، مرض اورام الثدي بيسبب ليهم هلع وخوف رهيب جدا في ان هي تروح تستأصل جزء من ثديها او تستأصل الثدي. دي حاجه يعني بتبقى هي شايفه ان الموضوع ده بيسبب لها الام نفسيه رهيبه. حضرتك بتدينا بشرى النهارده لكل امراض الثدي ولكل النساء ان انت ما تستعجليش في ان انت تروحي تستأصلي الثدي، ولكن مع العلاجات الطبيعيه وبنأكد عليها هيكون في نسب ان شاء الله شفاء عاليه جدا. ده وعد من حضرتك ان احنا نفرد حلقه ان شاء الله، نفرد حلقه لاورام الثدي ان شاء الله، لان ده موضوع مهم جدا للنساء، ويهمنا طبعا ان النساء طبعا يكونوا في احسن صحه واحسن حال، ان هم عمود الاسره زي ما بنقول، وان بدونها الاسره لا تكتمل، دون المراه في البيت يعني خلاص بقى يعني ما لناش عيش من غيرهم زي ما بنقول. طب هرجع لحضرتك تاني وارجع للبروستاتا المهمه جدا للرجال بقى، نرجع للرجال تاني. تمام. برضو خدت من كلام حضرتك ان العلاج ده بيساعد على القدرة الجنسية للرجل. طبعا انا بس اخذ جزء بسيط من الوقت بالنسبة للرقم 3. طبعا احنا قلنا رقم 2 رقم 3 لماذا هو مهم للنساء؟ اذا من كانت تعاني من مشاكل في المسالك البولية تأخذ رقم 3 لأنه رائع جدا في إدرار البول، في إذابة إن كانت هناك ترسبات رملية أو بعض الصديد، فهذه العلبة رقم 3 متخصصة وكأنها في هذا الموضوع. بالنسبة إلى الرجل طبعا
قلنا فيما سبق أن العلاج كله هو له. بالنسبة للرجل إذا المصاب بغدة البروستاتا أو من يعاني من غدة البروستاتا يأخذ الكورس كاملا، واحد واثنين وثلاثة، واحد منه علبة واحدة، اثنين رقم اثنين منه علبتين حتى ناخذ وقت أطول، ورقم ثلاثة منها علبتين. طبعا يحسن من وظائف البروستاتا، يقضي على التورم ورم البروستاتا. الحميد، أما الغير حميد له شأن آخر بإذن الله تعالى سيساعد، ولكن إذا كان هناك ورم غير حميد فعلى المشاهد أن لا يطلب المنتج، ولكن عليه بالاتصال والاستفسار. وضع البروستاتا سينزل بإذن الله تعالى حجمه، لا أقول فورا ولكن تدريجيا إن شاء الله إلى أن يصل إلى الوضع الطبيعي. كل المشاكل التي كان يعاني منها الرجل قبل العلاج ستنتهي، من كثرة التبول، من حرقة في البول، من وضع عائلي، كله بإذن الله تعالى سيتحسن تدريجيا، من لم يكن هناك عنده بعض المشاكل التي تؤدي إلى ما ذكرت من غير البروستاتا. لربما يكون هناك ضعف طارئ بعيد عن الموضوع، بعيد عن موضوع البروستاتا، لربما يكون عنده مشكلة في القلب، لربما يكون عنده مشكلة في الكبد، مشكلة في الكلى، مشكلة في الدماغ، مشكلة صحية أدت إلى هذا الضعف. لا يشترط أن تكون البروستاتا، لربما يكون الإنسان مصاب بغدة البروستاتا وعنده بلاوي تانية ويرمي الموضوع على البروستاتا. ولكن من كان يعاني من الضعف عليه الاتصال. تمام دكتور، حياخدني أنا بفتكر كده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إذا اشتكى عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر بالسهر والحمى. بياخدني الحديث لأن أنا بقول إن في التركيبة اللي أنت حضرتك حاططها هي تركيبة مش لحاجة واحدة بس أو لعضو واحد بس في الإنسان وهي البروستاتا، ولكن هذه التركيبة أنت شملت فيها حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لجميع أعضاء الجسم، وإن شايف إن هي بتعالج الضعف الجنسي، بتعالج الكلى، بتعالج المشاكل عند المرأة في البول، بتعالج حاجات كتيرة جدا. أنت جات لك الفكرة إزاي إن أنت وأنت بتحط وزي ما تكون كنت حاطط حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمام عينيك وأنت بتحط هذه التركيبة، بإن أنت بتساعد مش حاجة واحدة بس، بتعمل على إن هذا التركيبة تكون مساعدة لجميع أعضاء الجسم؟ هي ليس لأعضاء الجسم جميعا، حتى يعني لا يصل غالبية أعضاء الجسم، ولكن ليه هو الوظائف اللي هي بتكتمل مع بعض هي اللي احنا هنتكلم عنها. احنا قلنا البروستاتا مرتبطة، ترتبط في المجرى البولي كله. تمام، يعني بتأثر على مجرى البول. طب لما تأثر على مجرى البول يبقى أنا لازم أدي مدر بولي. تمام، طيب طبيعي غير صناعي. طيب هي بتأثر على الحالة عند الرجل، الحالة الاجتماعية عند الرجل. فإحنا لابد من أن نراعي هذه المسألة ومراعاة هذه المسألة في أمرين اثنين، لأن المكون هنا أيضا في خلاصة القرع العسلي. خلاصة القرع العسلي المعروف طبيا في نشاط الرجل، ومعروف طبيا في إنزال حجم البروستاتا وفي توسيع المجرى. فهذا أيضا من ضمن المكونات الموجودة. إذا في حالة أن البروستاتا انكمشت ترجع الحالة الصحية عند الرجل، الحالة الاجتماعية، وفي حالة إن كانت هناك ضعف سيحسن الموضوع أو المركبات اللي موجودة حالة الرجل إذا كانت هناك بعض المشاكل. ولكن بعض الأمراض التي لا ربما لا تعالجها هذه المركبات بعيدة عن اللي إحنا مفكرين فيه. فليه دائرة الكلى والحالب؟ لأنه مرتبط في بعضه، وهذه المكونات وضعت بدراسة، وهذه المكونات لم الأمراض السرطانية يروح ضحيتها آلاف من البشر، ولكن ولله الحمد لا يعلم الغرب إن عند العرب من هو وصل إلى هذا الموضوع. ولله الحمد أنا لا أذكر نفسي، لأن أنا لا شيء بالنسبة للعلماء، ولكن أنا أقول فعلا حقيقة أطباء العرب وصلوا إلى أمور عجيبة، ولربما والله تجد بعض العشابين البسطاء وصلوا إلى علاجات لم يصلها فطاحل الأطباء. والله هذه حقيقة أنا أذكرها يعني، ولربما تأتي علي الموضوع، يأتي على نفسي برضه، ولكن فعلا حقيقة التجارب تحتاج إلى بحث علمي، وأنا أسأل وأناشد أيضا إلى تطوير البحث العلمي، ولله الحمد جاري. تمام، اللي عايز عنده بحث علمي عايز يروح يعمل بحث علمي موجود البحث العلمي. ما عليك إلا أن تخطو الخطوة، وهذه العلاجات الموجودة على الشاشة
والله علاجات فعلية للغدة الدرقية وعلاجات فعلية للبروستاتا، وأسأل الله يشفي الجميع. أمين يا رب. ويبارك في الجميع. أمين يا رب. ويبارك فيك إن شاء الله. الله يخليك. كنت سعيد مع حضرتك النهاردة وتشرفت بحضرتك. شكرا ليك دكتور لقمان، وأتمنى إن شاء الله زي ما وعدت إن شاء الله يكون معنا سلسلة حلقات للكشف عن الأطباء العرب، ونقول إن الأطباء العرب دول هم النوابغ فعلا. شكرا لحضرتك جدا. أعزائي المشاهدين، في نهاية هذه الحلقة لا يسعني أن أتقدم بالشكر للدكتور لقمان الحكيم، دكتور الكيمياء العضوية وقسم الأدوية الطبيعية وخبير الأعشاب والتركيبات الطبية. برنامج صحتك نعمتك إن شاء الله نشوفكم في حلقة قريبة إن شاء الله. كان معكم هاني الفرماوي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.